قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاين. السلام عليكم متابعينا الكرام، خاوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معاكم اخوكم شرف الدين. يا خاوتي يا خاوتي، وش راح نقول لكم وش راح نخلي؟ المرار كم ساكن ولو طحريشة بسبة الجزائريين، صدقوني ولو طحريشة في العالم، ما حبستش غير عند الجزائريين رانا نضحكوا عليهم، وإنما عند كامل الدول العربية من بينها مصر. يا خاوتي مصر كاين واحد المحلل دار تحليل للفيديو تاع المنتخب الوطني الجزائري بطريقة راح تشبعكم ضحك صدقوني، وصفها بأنها يعني كشغل بلايلي يسددها طريقة واحدة أخرى برك. اطغوا على الفيديو هذا باللايكات يا خاوتي، اطغوا باللايكات، رانا هبلناهم، اراهم خرجوا من عقلهم خلاص، ما بقى لهم والو والله. المهم خاوتي نروحوا نشوفوا الفيديو كيف كيف ونضحكوا عليه. ورحمة الله وبركاته. عايزين نضحك شوية بقى، عايزين نضحك شوية. دلوقتي وانا بتفرج على المباراة، طبعا الماتش كان الساعة 6، بعدين بعد كده اتحول بقى الساعة 9. انا كنت حاسس ان في حاجه هتحصل، يعني ماتش الساعه 6 ويتغير يبقى الساعه 9، كنت حاسس ان في حاجه هتحصل. هدف الجزائر اللي جه في اخر اللحظات الاخيره ده هدف يوسف بليلي، بليلي هو اللي سجل الهدف. في تزوير حصل جوه الملعب، لو تلاحظوا هتلاقي اسماعيل الطيب الولد اللي هو وقع في الارض، لما وقع في الارض عارفين الحفره اللي بيبقى الساحر بيعملها على المسرح كده، الساحر بيكون عامل حفرة ويجيب كده ستارة وينزل الست جوه الحفرة، وبعد كده يفتح الستارة الناس تقولك الست اختفت، هي بتنزل جوه الحفرة. بليلي كان جوه الحفرة في المكان اللي اتشاطت فيه الكورة، كانت هدف يوسف بليلي كان جوه الحفرة. الولد لما وقع في الأرض إسماعيل قبل ما يشوط، إسماعيل وقع في الأرض، إسماعيل الطيب اللي هو بيقولوا صاحب الهدف، هو مش صاحب الهدف، ده بليلي اللي جايبه، فتح الباب اللي في الارض ده عشان يوسف بليلي يقوم ويشوط، لان دي تصويبه، مش ولد عنده 17 سنه. ما تضحكوش علينا، اذا كنتوا ضحكتوا مثلا على الجمهور ولا ضحكتوا على الناس الاعلام ولا ضحكتوا على منتخب المغرب، لا لا لا، حتى منتخب المغرب راضي ومش، لا انا هقدم احتجاج، هقدم احتجاج في الاتحاد الافريقي واقدم الاحتجاج في الاتحاد العربي. ما ينفعش، ده اللي جاب الهدف ده يوسف بليلي، نزل في توقيت قالك لو دخل فينا جون نعمل الحركة السحرية دي، واستخبى تحت الأرض، وإسماعيل الطيب اتزحلق وفتح له الباب اللي طلعه من الأرض، يوسف بليلي قام وشاط. لأنه يوسف بليلي ليه الجزائريين جابوا يوسف بليلي؟ ما نفكر برضو إن جايب في المغرب برضو في الأوقات الأخيرة في قطر، جايب في المغرب هدف صاروخي زي ده، هدف عالمي زي ده. فبصوا ما تقنعنيش اللي جايب الهدف ده هو إسماعيل الطيب، لا لا لا، في تزوير حصل. أصل بصوا أقول لكم على حاجة، أنا مراقب وقاعد لأن أنا بحلل المباراة، فشايف إن ده طبعا في حد صدقني، انا طبعا بضحك، وفكرني الهدف بهدف يوسف بليلي برضو في المغرب في كاس العرب الكبار، انما اسماعيل الطيب الناشئ الجميل قام من الارض وشاطها شوطه جميله جدا جدا، هدف عالمي والله، ومن اجمل، هو اخر هدف في البطوله واختمها مسك، هو احسن هدف في البطوله. انا عملت تحليلات للمباراه دي 5 فيديوهات، ده الخامس ان شاء الله، 5 وخميسة ده الخامس للمباراة تحليل، ده احنا بنقول نكتة حلوة كده عايزين نضحك مع بعض، وده 5 فيديو، ال4 فيديوهات اتكلمت كله على المباريات، ده انا هضحك، وده في واحد الفيديو الاخير، في واحد الفيديو نزل، الفيديو مدته 7 دقايق، الفيديو مدته 7 دقايق، الفيديو نزل على اليوتيوب وكتب تعليق قالك ايه، هو فين التحليل يا كابتن، فين التحليل يا كابتن. والله العظيم انا اي مباراة الاهلي بيلعب الزمالك، الاهلي كسب 1-0، اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك للاعيبه النادي الاهلي، لازم دي المقدمه بتاعتي، انا ببارك للشعب الجزائري. يا عم اصبر اسمع الفيديو هتلاقي كله تحليل،
انما هو محروق قوي ان انا ببارك للشعب الجزائري فيقول لك ايه، هو فين التحليل يا كابتن؟ هو انا هطلع اعمل فيديو اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اول هجمه كانت خطيره، المدرب عمل يا عم، لا لازم اقول النتيجه كذا، مليون مبروك، بطوله صعبه، المنتخبين محترمين، المنتخبين رائعين، لازم في مقدمه، مش هفت انا يعني. عموما انا عامل 5 فيديوهات للمباراه، فيديوهين على القناة الجديدة من الآخر مع مصطفى صادق، كلام جميل جدا في المباراة، فيديوهين، وفيديوهين على قناتكو دي الكرة مختلفة مع مصطفى صادق. والفيديو ده بقى اللي أنا كشفت التزوير بتاع بليلي، اللي جاب الهدف ده النهاردة هو يوسف بليلي. أنا مش عبيط، أنا بفكر صح، أنتوا بس اللي مش واخدين بالكم. يلا سلام عليكم، مليون مبروك للشعب الجزائري، وهارد لك للشعب المغربي، منتخب بتاعكم منتخب عظيم، منتخب عجبني جدا جدا، هو والمدير الفني القادم زي الصاروخ ان شاء الله يوسف سعيد شيبة هايل. شكرا. كما شفتوا يا خاوتي كفاه لو تحريش مساكن المراركة بسبب الجزائريين، قلنا هالهم مش حلما خطرة ما تخلطوش فينا، قلنا هالهم مش حلما خطرة ما تحكيوش في الجزائريين، ما تبداوش تطلقوا حلاوتكم مع الجزائريين لأن النهاية تاعكم ستكون مأساوية، وشفنا ذلك بعد نهاية المباراة. السقلة لي داوها، الكف لي داوه، والمخبط لي داوه، واش مشبعتوش؟ مزلتوا حابين سقلة واحدة أخرى؟ على كل حال يا خوتي، الحاجة اللي لاحظتها يعني وأنا نخدم في الفيديوهات باللي المراركة يحبوا السقلة، لازم يدي السقلة من عند الجزائري باش يرقد، مستحيل انه المغربي يرقد هاني بدون صقلة الجزائري. هذه الحاجة يعني اللي نأكدها لكم واللي نقولها لكم باني متأكد منها 100%، انا على يقين من هذه الحاجة يا قاودي. والله ولو مضحكة ولا ليجي يستهزأ بيهم ولا ليجي يضحك بيهم ولا ليجي يطيح لهم، كل هذا بسبب تطبيعكم وبسبب خيانتكم وبسبب عدائكم للجزائر. انتم مرض عندكم كشغل وهم، عايشين في الاوهام برك، يعني الواحد نورمالمون ما يعمرش راسه بيكم، ولكن مادامكم تقيسوا في البلد تاعنا، تقيسوا في الجزائر يعني شعبا ودولة، احنا كجزائريين مستحيل نسكتوا، وانا يعني شخصيا مستحيل نسكت، وعندي منبر وين بين فيه صوتي لكل الجزائريين، وين نضحكوا عليكم ونخليكم تحريشة امام الجميع. ثم غير انساوها هذه باش نسكتوا، يا التحريشة يا التمزخيرة يا المضحكة. المهم خاوتي، تلاقوا في فيديوهات قادمة، السلام عليكم. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.